مساء الخير مشاهدينا الكرام، حياكم الله معنا على الهواء مباشرة في برنامجكم اليومي ليمتر. اليوم مشاهدينا الكرام موضوع حلقتنا عن استعدادات المناطق التعليمية بوزارة التربية لعام 2014-2015، وما هي الاستعدادات التي قاموا فيها وما هي الآلية التي اتبعوها. اليوم داوموا المرحلة الابتدائية الصف الأول أو الابتدائي، والأسبوع الماضي كان الهيئة التدريسية والإدارية. كالمعتاد مشاهدينا الكرام اللي حاب يتواصل معنا في حلقتنا لهذه الليلة عندكم الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، كذلك عندكم التواصل الاجتماعي ومعدينا على تم استعداد أخذ جميع أسئلتكم واستفساراتكم. كذلك اللي حاب يطرح قضية أو موضوع في حلقات قادمة عندكم رقم البرنامج عبر الواتساب لإرسال المستندات والأوراق اللي حابين نطرحها في الحلقات القادمة. أرحب في ضيفتي الأولى الأستاذة منى الصلال مديرة عام منطقة الأحمد التعليمية، حياك الله أستاذة. الله يحييك وبارك فيكم، حياكم. أرحب في ضيفتي الثانية الأستاذة بدرية الخالدي مديرة عام منطقة الفروانية التعليمية، حياك الله يا أستاذة. يا هلا، يعطيك العافية. عافيك. بداية نبتدي معك أستاذة منى، الثلاثاء الماضي كان زيارة معالي وزير التجارة ووزير التربية والتعليم بالإنابة الأستاذ عبد المحسن المدعج. شنو سبب الزيارة اللي قام فيها؟ شنو التوصيات اللي قالها؟ شنو كان اهتمامه أثناء هذه الزيارة؟ شنو الملاحظات اللي وصلها حق الأستاذة منى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا بالبداية اسمح لي أستاذ بداحة أن أشكركم صراحة لتواصل الشاهد معنا على طول وفي تغطية كل أخبارنا وخاصة أخبار وزارة التربية. طبعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة ووزير التربية والتعليم العالي الأستاذ دكتور عبد المحسن المدعج كان لنا الشرف أن يحضر منطقتنا التعليمية وبالأخص في زيارة خاصة لمنطقة علي صباح السالم. وتعرف أنت علي صباح السالم هي المنطقة اللي كانت تسمى بالسابق منطقة أم الهيمان، نعم. وذلك لافتتاح مبنيين من مباني الرياض اللي تم تأهيلهم ليكونوا مدارس المرحلة الثانوية لطالباتنا مدارس الصف العاشر اللي كانوا في السابق يقطعون الكيلومترات من عند علي صباح السالم الى الفحيحين. احسن، وكان في يمكن في العامين الماضيين وذلك لعدم انتهاء المبنى الانشائي الخاص لهم. الحمد لله ولله الحمد، الله قدرنا على اننا ننجز هذا العمل بتوصيات وتوجيهات وبدعم من معالي الوزير ووكيله الوزاره والوكلاء المساعدين وكل القطاعات الموجوده في الوزاره، صراحه ساهمت في ان ينجز هذا العمل وظهر لله الحمد وقام معاليه بافتتاحه بمعيه محافظ الاحمدي الشيخ فواز الخالد محمد الخالد صباح، وكذلك أعضاء مجلس الأمة وكان بحضور العضو نائب أستاذ حمود الحمدان وكذلك الأستاذ عبد الله التميمي، وكانوا يعني بحضورهم صراحة أسعدونا أيضا بأنهم شافوا أمامهم مدرستين تم تأهيلهم ليكونوا فعلا المرحلة الثانوية. هذه كانت مشكلة أستاذة منى اللي قبل تستفسرين بالحديث، أو مشكلة قاعد تواجهينها منذ سنتين أو أكثر. صحيح. وعبر برنامجنا كانوا بالحلقات المفتوحة الأخوان. صحيح. يشاركونا لأن بناتهم يطلعون من منطقة لمنطقة بعيدة عليهم. صحيح. تأخذ لها بالباص نص ساعة، هناك بعض المضايقات اللي تصيرهم. صحيح. أذكر أن ذكرت أن قلتي أن أخوي بداح إن شاء الله هذه راح تحل إن شاء الله. والحمد لله تلمسنا هذا أرض الواقع، الكلام اللي ذكرتيه في السابق، وإن شاء الله نبشر الأهالي علي صباح السالم إن هذه المشكلة خلصنا منها. خلصنا. معالي الوزير شنو قال حق الأستاذة منى الصلال من حيث العام الدراسي الجديد؟ طبعا. شنو توصياته؟ هو طبعا كانت توصيات معاليه لجميع المدراء العموم، ممكن أستاذة بدري يهتدي بهذا الأمر، دائما كان يؤكد على أمور أساسية ويعني ما نقدر نستغني عنها في بداية أي عام دراسي، وهو الكتاب المدرسي وتوفيره لأبنائنا الطلبة، المياه وتوفيرها والتكييف والتأكد من صلاحيته، والكرسي والدرج اللي هو اللي راح يقعد عليه الطالب. كل هذا إذا كان متوفر فإذا عامنا الدراسي بدأ بداية صحيحة، ولله الحمد هذه الأمور إحنا قاعد نتابعها ومعاليه قاعد يأكد عليها. إضافة لأمر وايد مهم معالي الوزير أكد عليه، وهو أنه هو يحب أن يهنئ الهيئة التعليمية والإشرافية في بداية عامهم الدراسي ويشد على أيدهم في أن يبتدون عامهم بكل الجهد اللي هو متوقع منهم. إضافة لذلك طبعا كانت لمعاليه أيضا استحسان كبير بما شاهده في هذه المدرستين، وكان يعني أمامه يعني مشاريع كانت تنفذ ولله الحمد. أيضا هذا لم ننسى المبنى الإنشائي الأساسي
للمدرسة، خاصة وأن هذه الروضتين تأهيلهم مؤقتا لعام دراسي واحد إن شاء الله. نتمنى أن العام الدراسي الثاني يستلم المبنى الإنشائي خاص بأبناء الطالبة وبهالطريقة إن شاء الله. ما كان هناك بعض الملاحظات مع الوزير لكم أثناء زيارته، مثال أن والله منطقة الأحمد التعليمية ينقصها بعض الشيء أو كذا، أو كان أمانة لا توجد ملاحظات؟ أمانة لم يبدي ملاحظات، بالعكس أبدأ استحسانه وسعادته بمشاهده إن شاء الله. أستاذة بدرية الخالدي، يمكن اليوم مع الوزير كان في زيارتكم، إلى تتكلمين على زيارته وشنو كان اهتمامه وملاحظاته وتوصياته لأخته بدرية الخالدي. أولا أنا شاكرة لكم قناة الشاهد على هذه الاستضافة والاطلاع على مدى استعداد وزارة التربية والمناطق التعليمية على بداية العام الدراسي الجديد. طبعا اليوم كانت زيارة الوزير، تعرف أن بدينا أول شيء بداية دوام المرحلة أولى ابتدائي والمرحلة رياض الأطفال، هذا أول يوم. فكان مشاركة من قبل معالي الوزير وسيدة وكيلة الوزارة وبعض المساعدين للاطمئنان على سير العمل في بداية العام الدراسي. طبعا احنا يمكن وزارة التربية خطت خطوة وايد ممتازة، وهذا طبعا ليس بجديد، وهو يمكن قبل سنتين أو ثلاث سنوات، أن الصف الأول الابتدائي يكون له خصوصية، خصوصا أن احنا الأولى ابتدائي وللأمر يكون توه ينفصل عن والأمر ويروح مرحلة جديدة وهي الانتظام في الدراسة، فخصص لها هذا اليوم مع مرحلة رياض الأطفال حتى أن يكون ولي الأمر يكون مع أو ولية الأمر مع ابنها اللي داخل المدرسة. طبعا معالي الوزير كان حضر اليوم، طبعا احنا اليوم الأول كان في هناك زيارة لبعض المدارس مثلا. نعم، زار بعض المدارس، زار مدرسة كعب بن زهير اللي هي ابتدائية في خيطان، وكانت زيارة جدا ناجحة. تم الاطلاع على بداية شلون استقبال التلاميذ خصوصا الصف الأول ابتدائي بمشاركة أولياء أمورهم، كان هناك في برنامج معد وحتى الفصول كانت معدة لاستقبال التلاميذ، وضعت بعض الفقرات خصوصا الفقرات التي وضعت وكان لها استحسان كبير، اللي هو عن قائد الإنسانية اللي هو أميرنا. نعم، أمير بنتكلم عليها، لقائد الإنسانية اللي منحت لصاحب السمو ووالد الجميع الشيخ صباح الأحمد الصباح، وإن شاء الله سوف نتطرق لها. المناطق التعليمية شنو استعدوا لهذه الجزئية بالنسبة لملاحظاته؟ هل دون بعض الملاحظات؟ والله هو بالعكس كان جدا سعيد في هذه الزيارة، وشكر مديرة المدرسة وإدارة المنطقة التعليمية على الجهود، وطلع على دخل الفصول وشاف مدى استعداد لهذه للطلبة وجاهزيتهم وجاهزيتهم وكل الأمور هذه، فكانت زيارة جدا ناجحة إن شاء الله. يعني هذه كلمة حق لمعالي وزير التجارة والتربية والتعليم العالي الأستاذ عبد المحسن مدعج. للأمانة أتفق معك في جزئية وزارة التربية، يمكن يعني بعض الملاحظات اخذها معك في التجاره، وهذه نتكلم فيها في حلقات سابقه قادمه باذن الله. الحلقات اللي او الموضوع اللي تكلمنا عليه اللي هي التربيه، للامانه شفت زياراتك، شفت اهتمامك من جميع المواقع، سواء تكون كادارات تابعه لوزاره التربيه او مدارس او مناطق تعليميه، تشكر عليها والله، يجزاك خير مع الوزير عبد المحسن المدعج. استاذه منى صلان، يمكن اليوم انطلاق العام الدراسي للمرحله الابتدائيه ورياض الأطفال، شلون كان هذا اليوم في منطقة الأحمد التعليمية؟ الحمد لله أسوة من المناطق التعليمية، أيضا كانت لنا زيارات لهذه المدارس، وخصصت اليوم زيارتي في منطقة فهد الأحمد، وصراحة دخلنا مدارس المرحلة الابتدائية ورأينا صراحة استعدادات الإدارات المدرسية بجميع التجهيزات الخاصة في الصف الأول الابتدائي، ومن حيث الكتب والأدراج وحتى الفعاليات اللي قاعد يقدمونها لهم لكسر حاجز الخوف عند الطالب الابتدائي بعد ما ينتقل من مرحلة الرياض. وكذلك حضرنا إلى روضة من الرياض بعد أيضا نفس المنطقة، وشفنا الاهتمام من قبل معلمات الرياض وصراحة الإدارة المدرسية، وكان تصادف وجودنا بوجود وقت وجبة الغذاء لأطفالنا الرياض، وكان فعلا جو كان رائع اللي شفناه. بس بعد إذن مخرجتنا، في الصور عندكم إلى تتعرضينها لنا أثناء زيارة الأستاذة منى الصلان عشان تشرح وتعلق على هذه الزيارات، يمكن لاحظنا بعض لهم الدمية أو الرسومات أو الشخصيات الكرتونية كالعادة رياضة كانت دائماً. هي يعني إيه؟
تعطي طمأنينة، تعطي صح انها هذه شخصية محببة لدى الاطفال. صحيح. فكرة حلوة انها من قبل صح هذه الاخوان، حتى ما اشوف معاهم اكياس. شنو هذه جنطة صغيرة حاطين فيها كتبهم من الصف الاول ابتدائي. نعم. وهني هذه بالروضة بالرياض كنا قاعدين مع الاطفال وهم قاعد يرسمون. طبعا في هناك انشطة عشان نسعى. هني في احدى المدارس المرحلة الابتدائية مقدمين شاشة والت ديزني، حاطين لهم صور والت ديزني عشان شوية يجمعون مع اولياء امورهم. وهني بالرياض الأطفال يستقبلونهم بالشخصيات اللي محببة لهم، وكانوا جدا سعيدين الأطفال. والحمد لله ما شفت وايد بيتي وهذه الوجبات وهذه الوجبة ما رياض الأطفال كانت موجودة متوفرة، وكانوا الأطفال يأكلونها يعني، وكانت جيدة صراحة أمانة فيها كل وجبات. يمكن أستاذة منى صلاح يمكن أول يوم إن شاء الله هناك ما توجد معوقات واجهتكم بالنسبه لرياض الاطفال وللمرحله الابتدائيه. يمكن هذه الصور اللي شفناها ليس مختصره كمنطقه محافظه الاحمدي تحديدا، هناك كل محافظات الكويت كان صحيح مستعدين لها وكذا، بس استاذه منى كانت يعني حريصه معنا اكثر في عمليه التوصيل دورها اللي تقوم فيه. الله يجزاك خير. استاذه بدريه الخالدي، نفس السؤال اللي سالناه اختك منى، العام اليوم الاول من رياض الاطفال والمرحله الابتدائيه، هل كان هناك معوقات؟ شنو المشاكل اللي واجهتهم؟ شنو اللي شفتيها في الزيارات في عمليه استقبال ابنائنا؟ احنا طبعا يمكن مثل ما قالت اخت منى، كل المدارس تقريبا وكل المناطق التعليميه على نفس المنوال. هناك في استعداد من قبل الادارات المدرسيه مثل ما قلت، اللي هو استقبال التلاميذ، واللي هو وضع بعض الشخصيات الكرتونيه المحببه. وايضا يمكن كثير من المدارس، يعني انا يمكن حتى قاعد مدارس تدزلي اللي هو استعدادهم حتى المتوسط قاعدين يستعدون، يعني هم قاعدين يستعدون حق استقبال الطلبه. فاليوم يعني مستعدين في وضع الكتب، ايضا في الوجبات الغذائيه، بعض الامور الهدايا البسيطه، البرامج المحببة للتلاميذ. فكان استعداد جدا طيب جميع المدارس، وكل مدرسة تبدع. يعني أنا صراحة يمكن عندي أنا يعني تقريبا 34 مدرسة، ما أقدر أغطي كل مدارس الابتدائية يعني رحنا كذا مدرسة، كان وبعضهم كانوا يوافون بالصور يعني، وكان جدا رائعة الصور اللي يقومون فيها. السؤال لكم الثنتين، واللي بيحب تجاوب فيكم، هناك أقاويل أن بعض المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية تم تأجيل بداية العام الدراسي لهم، يقولون هناك كتب أرسلت للمناطق التعليمية وبعثت للمدارس. صحيح؟ إذا تبين أجاوبك أنا أقول لك إحنا مستمرين بالقرار رقم واحد اللي صدر في موقع وزارة التربية، واللي يقول إن دواماتنا 7-9 لرياض الأطفال والصف الأول، 8-9 لباقي مراحل المرحلة الابتدائية، و9 المرحلة المتوسطة، المرحلة المتوسطة 10-9 المرحلة الثانوية. يعني لا تغيير في مواعيد، ما في تغيير كلهم. احنا ملتزمين في قرار رقم ان شاء الله. يمكن خلينا قبل ان ندش في نشاطاتكم واستعداداتكم بشكل عام للمنطقة. اي نعم. العام الماضي كان يعني بعض المدارس وليس الكل اللي هي مشاكل التكييف تحديدا. اي نعم. وماء الشرب والبرادات. ان شاء الله. بشر اهاليهم بالنسبة للأحمدي والفروانية. ان شاء الله التكييف شغال وان شاء الله الماي متوفر. الحمد لله التكييف شغال. وان كان يعني يعاني يعني في بعض التكييف عطل مفاجئ، العطل هذا لابد منه، بس الحمد لله مطمئنين ان هناك في شركه موجوده ومتوزعه فيها عمال الصيانه اللي يقومون بتصليح التكييف اول باول. بس ما يمنع هذا ان موجود يعني لابد يصير في عطل، لكن الحمد لله ان الحل موجود جاهز عندنا بعقود في فريق تدخل سريع. لا عقود التشغيل، الشركتين اللي مسؤولين عن عقود تشغيل التكييف موجودين ولله الحمد. بالنسبه لبرادات الماي ايضا المياه موجوده ولله الحمد. بالنسبه للوجبات ذكرتي انت انه اعطيته رياض الاطفال. ايه بدات الوجبات تتصرف حق رياض الاطفال من اول يوم دوام لهم. إيه؟ والمرحله الابتدائيه كان في السابق موفرينها، الان غير متوفر، شو الاسباب؟ هل راح توفر خلال ايام ام ما توفر؟ ام الامر متروك لوزاره التربيه؟ لا هذا قرار من الوزاره بان تتوقف وجبات المرحله الابتدائيه في هذا العام، والامر عند الوزاره. نعم. يمكن نفس السؤال استاذه بدريه اللي سالته استاذه منى بالنسبه للوجبات. شوف بالنسبه هي جاوبت، ما تحتاج نكرر نفس الكلام، ولكن اقول لك بالنسبه لنا احنا عندنا عقود صيانه موجوده، عقود تكييف والكهرباء ايضا، تكييف والبرادات الماي، فما عندنا اي مشكله. بالعكس قد تكون هذه السنه افضل من السنوات السابقه، خصوصا ان احنا يمكن السنتين اللي طافوا وما في عندنا عقود صيانه،
الحين ولله الحمد عندنا عقود سيارة ووفرت العقود وأيضا عقود التكييف. فإحنا بالنسبة للمنطقة التعليمية كان في أول يوم عملت اجتماع لجميع مدراء ومديرات المدارس جميع المراحل التعليمية، وضعنا 4 خطوط ساخنة للرد على أي مشكلة تصادف المدرسة. هذا الخبر التصريح اللي هو بدري الخالدي، تخصص خطوط ساخنة مع المدارس لتسهيل تخصص، عشان لا تقول لي تخصيص. بدنا ان هذه المدارس يعني في حالة أطر. ان اي طارئ يعني يصير راح يتصلون. في عندنا مدير الشؤون الإدارية، مدير الصيانة، وأيضا أي مشكلة كانت أو تصادفهم سواء في التكييف أو في البرادات أو في غيرها يتصلون فينا على طول. الحين عندي ممكن عندي أنا في مدرسة بمدارس تقول والله عندي أنا زيادة عدد الطلاب، أنا بفتح فصل، فإحنا هم نفس الشيء نقول له عطنا الميزانية، لأنه ممكن يكون ميزانيته أقل من اللي هو صار عند الحين في زيادة طلبة، ممكن طلبة في تحويل من التعليم الخاص غيره، يكون أولياء أمور مثلا سكنوا هالمنطقة هذه التعليمية المنطقة السكنية، وبالتالي ممكن هو يفتح فصل جديد، أو أنه يكون العكس يعني قد يكون أعداد الطلبة يكون أقل ممكن يسكر فصل. فإحنا على تم الاستعداد طبعا في هذا الامر وتهيئه كل الظروف المناسبه للابناء. استاذ بدريه الخالدي، ما في مانع انت كمديره منطقه تعليميه اي مدير مدرسه او مديره مدرسه حابه تفتح صف؟ اي ما في مانع من عندكم او متروك لمدراء المدارس؟ احنا بالنسبه لنا عندنا اللي هو قسم التخطيط والمعلومات، قسم التخطيط هذا يتبع مدير عام المنطقه، هذا يضع الميزانيات ويحط يضع اللي هي الميزانية المتوقعة. زين، فيكون أحيانا قد يكون في هو يكتب لنا كتاب ويقول لنا المبررات، أنا عندي زيادة فصول، زيادة طلبة عندي في الأمور هذه، إحنا راح نشوف الوضع وراح نفتح له فصل يعني جديد، ما عندنا مشكلة، ما طالما أنه عنده سعة مكانية ما عندنا مشكلة. نعم، يمكن من أحد الإخوان يقول له جهد جميل ورائع يقوم فيه المهندس صالح الحبيب في مدير الصيانة بالأحمدي. صحيح. للمدارس عبر الإخوان، وكلمة الأستاذ أعيدها عبد المحسن المدعج ليس تخصيص، لما أقول الدكتور هو دكتور بروفيسور واللي حابينه، بس احنا نقول استاذ لقربه لنا ولمحبتنا له. استاذه، ما الجديد لاستعداداتكم بمنطقه الأحمدي التعليميه للعام الدراسي 2014 2015؟ احنا الجديد يمكن هذه السنه غير كل سنه، السنه هذه بدينا نعطي قبل اسبوعين من بدايه الدوام كان هناك المكلفين اللي قمنا بتكليفهم في متابعه المدرسه وتجهيزها واستعدادها قبل حتى ما تبدا الهيئه التعليميه والاداريه والاشرافيه في انها تمسك المدارس. احنا في كل السنوات السابقه كنا نعاني ان كان عمال النظافه لما يدشون المدارس كانت عمليه تنظيف المدرسه وتعديلها وايد يكون في صعوبه في عملية أن تغطى وتنظف المدرسة حسب الأصول ويتابع توريد الكتب فيها وتجهيزها. السنة لا، السنة الحمد لله ولله الحمد بدأ العام الدراسي للهيئة التعليمية والإشرافية ولقوا مدارس نظيفة معدة ومجهزة بفضل طبعا من المكلفين اللي كانوا مسؤولين عن العمال اللي كانوا موجودين في داخل المدرسة. أيضا الشغلة الجديدة اللي موجودة هذه السنة، إحنا هالسنة يعني الحمد لله ولله الحمد بعد أسوة في المناطق الأخرى، يعني مشروع من مشاريع الوزارة المهمة تم تنفيذه ولله معانا، فكنا نتابعه في فترة الصيف، وهو مشروعين مهمين يعني مشروع الكاميرات ومشروع السبورات الذكية. الكاميرات وين في بالمدارس؟ في جميع مدارس المراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية كاميرات موجودة لملاحظة المبنى المدرسي في جميع الأجنحة وفي أماكن معينة وتسوّى فيه، وهذا أمن وأمان لمدارسنا بنين وبنات. هذه حتى المناطق التعليمية، كل المناطق التعليمية الآن مدارسها فيها كاميرات، وتوجد في غرفتين مديرة المدرسة ومديرة المساعدة شاشة يتابعون أولاً بأول لـ 12 أو 18 كاميرا موجودة متوزعة بأفضل التقنيات لمتابعة أسوار المدرسة، تأكد من داخل المدرسة، حماية وأمن مبانينا المدرسية. هذه السنة يعني غير كل سنة بالصيف كنا نتابع ونجهز الأمر. مشروع الفصل المتكامل اللي هو الصبورة. المتكامل فهو فقط لا غير للمرحلة الثانوية الآن كمبدئيا وتم تنفيذه، ولكن جاري الآن العمل في تنفيذه.
نعم. بالنسبة لكم أستاذة بدرية الخالدي، ما الجديد من استعداداتكم بمنطقة الفروانية التعليمية لعام 2014-2015؟ طبعا لا، يعني المناطق ما تختلف عن بعض، خصوصا احنا سياستنا واحدة، ناخذ السياسة من وزارة التربية. يمكن اللي تكلمت عن الأخت هو نفس الشيء، عندنا الكاميرات وأيضا سبورات ذكية، وأيضا احنا في منطقة الفروانية قاعدين نقلل من عملية بعض المشاريع عن القيام الطلبة والالتزام، هذا مهم عندنا. أيضا التزام الهيئات التعليمية أو المعلمات عندنا، أيضا اللي هو مثل ما قلت لك قبل شوية، إحنا يمكن منطقة الفروانية تتميز والله الحمد، إحنا مو شركات النظافة، إحنا عندنا عقود، وبالتالي عندنا موظفين. يعني أنا هذه شيء صراحة اللي ما لمسته، يعني مشكلة عندي في النظافة، أن عقود هذيل مثلا على قوة المدرسة 10 عمال يبدأ تاريخ عملهم، حالهم حال أي واحد في 24 بدأوا تنظيف المدارس. فما عندي مشكلة في أن شركة تضرب أو أن شركة مثلا، فيعني التجربة هذه ناجحة. إنه بعيدا عن يكون جروب مع بعض كشركة، أيوة لو ضربوا واتحدوا مع بعض، إحنا عندنا هذا كتعاقد، يعني يعني منفذين خدمة عندنا في مدارسنا وفي المنطقة التعليمية، فما عندنا مشكلة في هذا الموضوع يعني. نعم، يمكن أسئلة كثيرة الأخوان عبر الواتساب بإذن الله راح أسألهم. يمكن أستاذة منى، الأخوان يقولون اليوم اختبار عندي، باكر اختبار دور ثاني، باكر العام الدراسي لهم مثلا مرحلة ثانوية أو متوسطة، ما يمدي اختبار، ما يمدي خذ نتيجة، ما يمدي، ما أعرف أي مرحلة يتجه، شو الأسباب هذه؟ نعتبر نوع من الربكة للطالب تحديدا. هو عموما القرار رقم واحد وضح الجزئية هذه، ووضع القرار في أنه يكون بدء الدوام بالنسبة للدور الثاني من بداية تاريخ 7/9 إلى 11/9، هذا المحدد فيه كقرار وزاري. إنما لما دخل معانا بداية عام دراسي حق الطلبة مع دخول آخر واحد بالنسبة للدور الثاني، يعني يوم أو يومين ما راح يفرق مع الطالب، يعني اللي يفرق أكثر لما يكون أسبوع أو أسبوعين، يعني يوم أو يومين يكون الطالب يعني قدم اختباره وبدأ يتحدد له. اليوم قدم اختباره باكر، باكر القائمة موجودة، يعني إذا كان ناجح فسوف ينقل للصف الآخر ويوضع ضمن القوائم الطلابية ويدخل في السجل. هذه سياسة من قبلكم أنتم كمنطقة أم من قبل الوزارة؟ لا، هذا سياسة وزارة، يمكن الأستاذة بدرية تؤكد على يعني هذا أمر يعني خاص بالوزارة. ما أدري بالنسبة يعني الموضوع لما الطالب مثلا يوم واحد أو يومين، يوم أستاذة بدرية اليوم أقدم اختباري، يعني ما أدري أنا أتوفق في الاختبار، أعيد السنة في هذه السنة، باكر رايح المدرسة مع أبوي ولا الوالد ولا الوالدة، ما أدري أنا وين رايح، رايح الثالثة ولا رايح الثانية، يبلغ الطالب قبلها فترة نتيجة نفس اليوم؟ مو نفس اليوم، يمتحن ثاني يوم على طول يعرف النتيجة إذا كان هو يروح حق صف ثاني، وبالعكس اللي ناجح راح يستانس. لكن المشكلة اللي صار راح يبقى شوف العملية كلها تصير في إدارة المدرسة، إدارة المدرسة المقننة اللي واضعة قوائمها ومجهزة شغلها ومجهزة طلابها، هي عارفة حاصرة الطلبة اللي عليهم دور ثاني كم عددهم، حاصرتهم بموادهم وشغلهم، عقب ما يخلصون امتحان أماكنهم موجودة إذا كان في الصف الذي يليه أو بالصف نفسه، فهذا أمر يعني محسوب حسب خطة الإدارة سنوياً يعني. نعم. وهذا يمكن شيء جديد. نعم. يعني يمكن الآن بعد الوجبات ما شالوها في المراحل الابتدائية، نعم، صار ضغط الآن على المقصف مع المدرسة، 600 طالبة أو 500 طالبة من المرحلة الابتدائية صغار، يعني من أول ابتدائي، ثاني ابتدائي، ثالث ابتدائي، رابع ابتدائي وخامس ابتدائي، 600 إلى 500 خلال نص ساعة، مقصف واحد وشباك واحد ما يلحقون، ما في ان مقصفين يحطون لهم، اكثر من اربع يعني شبابيك يحطون لهم. اولا بالنسبه عمليه ان يعني المقصف المدرسي هو مو جديد علينا، وايضا في ظل وجود الوجبات ايضا موجود المقصف المدرسي، ترى مو يعني تسكر المقصف المدرسي، ففي طلبة أو تلاميذ ما يأخذون ما وجبة الوقت نص ساعة بالنسبة للصغار. لا، هم شوف إذا كانت المدرسة عددها كبير يقسم، يعني في فرصتين او اكثر، او انه مثلا يسوون اكثر من مقصف، مقصفين اولى وثانيه وثالثه ورابعه، هذا موجود موجود في المدارس. شوف استاذ، لان اولياء الامور قاعد يجون يقولون لي المقصف ما يلحقون. شوف استاذ رداح، يعني خلينا نكون واقعيين، مديره المدرسه هي القائد في هذه المدرسه وهي المتحكم في اليه العمل فيها، فهي بإمكانها أنها تضع خطتها بحيث أن كل المعوقات اللي تواجهها سواء في المقصف أو غير المقصف تقدر تحطها ضمن خطة، والمنطقة تعين وتعاون. يعني إذا كانت واجهت أي مشكلة بهالأمر وحبت أن احنا نعينها فهذا لا يمنع،
لكن ان لا تقف مكتوفة الايدي وتقول عندي زحمه وعندي تعب وعندي كذا وبدون ان تقوم باجراء. وانا واثقه من اداراتنا المدرسيه يعني عندهم الحلول البديله لتنفيذ هذا الامر. حتى لو تبي يعني موافقه على فتح شباك ثاني حق الطلبه يعني على اساس تقسم من المقصف الى نصين، نص حق الكبار ونص حق الصغار، هذا يعني اجراء ممكن تقوم فيه مديرية المدرسه. اعتقد ان هي قادره تحل مشاكلها ان شاء الله. بالنسبه للمتصلين الاخوان المعدين قاعد يقول في اتصالات، ان شاء الله راح اخذ جميع الاتصالات بعد ما نشوف هذا التقرير ونرجع مع ضيوفنا. والله واجهتنا مشاكل وايد، مثل ضعف الطالب، مثل الدراسة ضعيفة شوي، مثل يعني الاهتمام بالمدرسين، المدرسين مو ذاك الزود، ما فيهم يعني ذاك الضغط، يعني الواحد يضغط على الطالب آخر شيء يطلع من الفصل يكسر سيارته أو يغربله أو يسوي له مشكلة أو يطق بسكين، هذا ما يصير، هذا قاعة دراسية صح ولا لا؟ ما يصير هالشكل. أول كنا احنا يمكننا صغار ندرس يعني ماشيين، الواحد يغلط يقومون يمدونه مد، والله جي حيشه، والحين اشوفه فالته زقاير فيه، حتى المخدرات داخل الصفوف فيه، والأبر فيه، والبلاوي فيه، يعني ماني عارف ان وزاره التربيه لا متى هالشكل، ماني عارف الاهمال اللي فيها. والله هو تاخر يعني اول الايام، بدايه الايام الناس يعني تكون للحين متعوده على العطله يعني ما تبرمجت على الدراسه. وهذا مشكله ثقافيه يعني المفروض انه يكون في وعي من وسائل الإعلام من صحافة من كذا، ومتى ما تكتبت عليها إعلان وضغط إعلامي إن شاء الله تلاشى يعني. والله ما في مشاكل، بس في كثرة الغياب بالمدارس أنا قاعد ألاحظها، يعني حتى العيال مرات يمرون علي يقولون بابا المدرس يقولنا بكرة لا تجون، زين ما في إلا اثنين ثلاثة بالفصل، فكثرة الغياب ما في انتظام يعني في أو التزام بالحضور. والله الحمد لله لا في مشاكل ولا أي شيء، ولا والحكومة قايمة بحقها فوق ما تتصور انت. والله الحمد لله. والله ودي الله يعطيهم العافية ويشدون شوي على الطلبة، يشدون يعني شد مثل الدراسات الأولى، أول دراسات أول ما يعني ما في واحد يسقط إلا قليل، إلا يطيح حظه مرة. الحين الزقاير فيه داخل الصف ويدخن قدام المدرس، لا يحترم مدرس، لا يحترم شيء، لا يحترم شنو يحترم؟ حتى أبوه يمكن ما قاعد يحترمه. تلقاه طب وطوفه، يعني شو دراسته؟ يعني بس ياخذ مصروف بس مني ويمشي؟ ما يصير كذي، ما يصير العمل هذا، يعني اخر السنه والله ساقط، تعال حط له تقويه، حط له بلاوي، يعني لا متى ان هالشكل المشاكل هذه مع الطلبه؟ صلى الله نقول الله يعطيكم العافيه والله يجزاكم خير، وان شاء الله نتمنى ان العام الدراسي الجاي يكون افضل ونشد على ايديهم كل الامور. والله اقول كثر الله خيرهم ويجزاهم خير على جهودهم. وأول شيء أشكرهم، إن الدور الإعلامي دور تربوي دور حساس حيل بالمجتمع. أذكر الشاعر الكبير أحمد شوقي يقول إذا إن سرك الملك تبنيه على أسس فاستنهض البانيين العلم والأدب، دار النيابة قد صفت أرائكها لا تجلس فوقها الأحجار والخشبة. احنا بحاجه الى ناس تكون قياديين بالتربيه على كفاءه، وان شاء الله انهم على كفاءه يعني، بس ان بعض الجنسيات الثانيه وكذا ان يشددون على مساله الكفاءه، يعني متى ما كان المعلم كفء راح يكون عندنا جيل مشرق ان شاء الله. حياكم الله مشاهدينا الكرام، تابعنا نحن وياكم هذا التقرير. معنا اتصالات، اول اتصال خالد العازمي. مساء الخير. كيف حالك امداح؟ حياك الله، تفضل استاذ خالد. انا عندي بس كتب دراسه. تفضل. بالنسبه للكتب، كتب المدرسه، نعم، والدوله تقدر تقوس على تحاره. اخي ايباد، ناخذ الايباد ونحطه على مثلا الطرف، نخليه يستغل يقرا ويشحن ايباد ونكتب فيديو ولأمر إن شاء الله. واصل الثاني، السؤال الثاني. السؤال الثاني، الله عندي اللبس المدرسي، يعني خلي لبس مثلا مو لازم بنطلون، يعني مثلا شاديش لبس شعب يعني حلو، نعم، عزف وحدة الوطني. السؤال عندي الثالث، مصافط مدرسة. أنا أتمنى المدرسين في بعض المدارس يصوتون داخل الساعة، يعني مقترح حلو، خلوا مصافط راح
حق الدخول والخروج. داخل المدرسه مصافطهم صحيح؟ داخل المصافطه، داخل المدرسه يعني بالساحه الترابيه. ان شاء الله. مشكور يا خالد، شكرا لك. ابو فهد حياك الله. جزاكم الله خير. حياك الله ابو فهد. طول عمرك استاذ. وعمرك. سؤال المنطقه التعليميه الفروعيه. تفضل استاذ. بالنسبه لمدرسه مرشد البذال، للاسف انا درست فيها مرحلتين طبعا تعليم الكبار. الصفوف ناقصه طاولات وكراسي، نستعين بالصفوف الاخرى، ولما نخلص الحصه طبعا نردها ثاني مره. عموما عندك هذه ابو فهد، هذه العام وليس الحين صحيح؟ العام طبعا. عندكم عزكم الله الحمامات دورات المياه. نعم. شو العام؟ احنا تونا ما بدينا السنه. اي مو العام واول العام نفس المرحله ما تغير. واصل. ايش فيها دورات المياه؟ عندكم عزكم الله دورات المياه جدا سيئه لابعد الحدود، بيبان طايحه. نعم. واصل. عندك انا حددت المدرسه واتمنى ان شاء الله من طاقم التصويري تشيك عليها وانا متاكد 100%. ان شاء الله. مشكور يا ابو فهد. معنا منو؟ ابو عمر حياك الله. مساك الله بالخير. حياك الله يا استاذ. مسي عليك بالخير يا استاذ. حياك. مسي على الاستاذ سؤال. حياك الله ابو عمر. طول لي عمرك اخوه بخصوص موضوع استعدادات وزاره التربيه. نعم. طبعا انت جزاك الله خير، انت يعني مسكت ملف شائك شويه بس يعني. انا بعطيك بعض المشاهدات اللي انا عشتها اليومين الماضيين. اول شيء طول لي الله عمرك، مديره احد المدارس في منطقه حولي التعليميه معطله المراجعين عندها، مكودتهم بالغرفه عشان تختار الصبغ من الاستاذ جمعه ما ادري محسن ما شنو، يمكن قعدتنا بسطرتنا قاعدين على كتر وهي قاعده تختار صبغ غرفتها. وينك طول الصيف؟ الحين جايه تصبغين؟ اليهال فيهم ربو واليهال اللي فيه ما فيه، الحين جايه تصبغين؟ انزين. الثانيه مدرسة ثانية أيضا في منطقة حولي التعليمية، أنا حاضر أبي أنجز معاملتي. أي منطقة في منطقة حولي تحديدا؟ حدد لي المنطقة. مشرف. أي نعم. أي نعم تفضل. تكلم ولية أمر قدامي، تكلم المديرة تقول لها أبي أنقل عيالي وكذا، تقول لها والله ما أقدر والله كذا وهذا، وتعذر منها، وكانت يعني جزاها الله خير المديرة كانت جدا لبقة يعني. فتقول لها انا حتى عندي مدرسات يدرسون عندي ماني قادر اجيب عيالهم، صفوف مكتظه وحر وغته والتكييف خربان. انا بقيت عيوني، انا جاي بسوي معامله على اساس بجيب عيالي. كانت تقول المكيف خربان، قلت انا مطلعهم من المدرسه الحال ما يعلم فيه الا الله، وهني نجيبهم المكيف خربان، انا عيالي فيهم اكزيما وفيهم حساسيه تهيض عليهم ويا الحر ويا الكذا. تولي الحين وين الحل؟ وتحابل فيها المره ذيك، كانت تقول لها يبا انا قالت لها ما اقدر عندي الصفوف مكتظه وحر والمكيف عطلة. تقول لها انا اجيب له مكيفات، قالت لها اذا جبتي له مكيفات حق الصف اللي هو فيه اقبله. وين وصلنا اخوي؟ مقايضه يعني بين بعض. لا مو مقايضه، هي مديره المدرسه بنت الحلال. إيه؟ يعني هي نفس توفر يعني على قولتهم تسدد وتقارب، لكن وين الوزاره عندهم يا ان شاء الله. ابو عمر نفس المدرسه ولا هذه مختلفتين؟ لا هذه منطقه ثانيه، سنتينهم في مشرف، هذه روضه. ان شاء الله. مشكور ابو عمر. مشكور. منو معاي؟ ام فلاح حياك الله. الله يحييك. تفضلي ام فلاح. الله يسلمك، طول عمرك. كل سنه وانت طيبين. وانت طيبه ان شاء الله، تفضلي استاذه. في مدرسه جديده اسمها عباده بن صامت. مدرسه جديده ايش فيها؟ بالدوحه. والإدارة فاضية، مدرسة جديدة، لا سكرت، إيش شلون يفتحون المدارس وكل شيء هم ناقص. ناقص، إي نعم. شو اسم المدرسة؟ عيديها لي مرة ثانية. عبادة بن صامت. عبادة بن صامت. دوحة. إي نعم. العاصمة. إن شاء الله، في شيء بعد ثاني أم فلاح؟ شكرا لك. مشكورة لك، مشكورة. خلينا نقول بالنسبة لأم فلاح مدرسة عبادة بن صامت، صح؟ نعم. هذا مسمعها. نعم. الأمر متروك لإخواننا في منطقة العاصمة التعليمية. بالنسبة لأخوي أبو عمر، ياليت مدير منطقة حولي التعليمية يتفاعل معنا في هذه الشكوى اللي قالها بالنسبة للمدرسة، أن صبغ ما صبغ إلا وقت دوام الطلبة، وبالنسبة لعملية أنه حطيها لي وأعطيك مكيف، هذه إن شاء الله يعني
مقايضه وشيء يعني عجيب وغريب. يعني ما شاء الله هذول الحين عينه من مدراء مناطق، استعداداتهم جميله، شغلهم قايمين فيه، الاخوات جزاهم الله خير الوزاره يقولون مو مقصره معاهم. نبي نسمع ردهم، احنا سمعنا طرف، فالشفافيه والمصداقيه لابد نسمع الطرف الاخر. ابو فهد اختي بدريه قال مدرسه مرشد البذال ناقصه طاولات وكراسي، وانه كاعاره ناخذها ونردها في السنوات السابقه. وبالنسبه يقول عزيزتي الله وعز المشاهدين دورات المياه غير صالحه، تعليقك؟ طبعا انا اقول حق الاخ ممكن يكون صحيح كلامه، انا ما لان احنا طبعا يصير في مدارس فيها المشاكل هذا احيانا يعني بيتك مرات شيء اذا ما سويت له صيانه باستمرار اكيد في يصير في يعني الامور هذه. فاحنا بالنسبه للمدرسه هذه بالعكس احنا الحين عندنا السنه هذه قلت انا في بدايه حديثي ان عندنا عقود صيانه ولا الحمد السنه هذه في عندنا عقدين، وان شاء الله المدرسه اذا فيها اي شيء احنا في مدير المدرسه ومدير المركز اذا كان مسائي يعني تعليم الكبار، فممكن ان احنا هذه بالنسبه له راح نطلع عليه. واحنا بالعكس قاعدين نشتغل مع المدارس في العاجل من الامور، المفروض انك مثل ما تفضل ان بيبانا وكل الامور هذه، هذه من الاشياء العاجل من الامور، فتاكد ان احنا ان شاء الله اكيد اكيد ان شاء الله السنه هذه لما يداوم بيشوف شيء مختلف ان شاء الله. ان شاء الله. اختي منى الصلان يمكن اخونا خالد العازمي قال الكتب المدرسيه متى تتلاشى؟ اي على عجال عندي اسئله كثيره. لا الاستاذ خالد العازمي قال كان عنده مقترحات يعني رائعه صراحه. لبس بس يقول لبس الدشداشه بدل البنطلون يبي يغير ملابس المدرسه. بس انا اقول بنطلون وقميص اسهل حركه حق الحركه احسن من هذا. بس انا عندي وجهه نظر ان شاء الله بخليك. وبالنسبه لمصافه المدرسه قال يا ليت حتى سيفتي وامان لهم إيه؟ إن الكتب المدرسية بدأ تعليقت عليها وعندها تعليق. إيه؟ أنا ما راح أعلق أكثر من أن هي هذه مقترحات متقدم فيها الأستاذ خالد عازمي. كل هالمقترحات هذه يعني مو بعيدة عنا قاعدين إحنا نتداولها، لكن في أمور ممكن تنفيذها وفي أمور لا يمكن تنفيذها. يعني بالنسبة للملابس المدرسية أنا أعتقد هذه وجهات نظر تختلف فيها ناس من ناس، ويمكن يسوي دراسة نتأكد هل اللبس المدرسي الآن قادر على انه يغطي الجزئيه اللي احنا محتاجينها كمدرسه وجلوس طلاب فيها وغيرها من الامور. هذا طبعا لها شق اخر. الكتب المدرسيه وجود الايباد بدل الكتاب المدرسي، يعني حتى الان احنا ما زلنا مع الكتاب المدرسي، نتمنى هذا الامر، نتمنى ان احنا نصل. وفي كثير من الادارات المدرسيه بلشوا في هذا الامر، وكثير من مدارسنا بداوا يدخلون في عمليه الايباد وانه يكون هو الطريق في بدل الكتاب المدرسي، وهذا مو غريب علينا. بس طبعا لم يعمم بشكل كامل لعده امور احنا نتحفظ فيها، هذا نخليها للوزاره ان شاء الله. تعليق الاستاذ، انا تعليقي على ان توحيد الزي المدرسي، طبعا احنا نعرف ان الطالب لما يعني في سن في المرحله رياض الاطفال الى المرحله الثانويه هو زي موحد على مستوى طبعا رياض الاطفال، يكون لها لبس والابتدائي والمتوسط. هذا يرجع حق امور اخرى اللي هي الطالب، احنا طبعا الطالب من بيئات مختلفه من ناحيه الاقتصاديه ومن ناحيه يعني الاسريه كل الامور هذه، فاحنا لما نخلي كل طالب يروح في زي مختلف حتى لو يكون الشعب الدشداشه، فكل طالب راح يكون لبسه مختلف، يعني عارف شلون؟ فلما نوحد اللبس بين الطلبه هذا شيء يعني من الناحيه النفسيه له اثار ايجابيه جدا على الطلبه، لما يكون كلهم متساوين بنفس اللباس، احنا في اللباس هذا نفسه ويكون طلبه مخالفين يعني، فما بالك لما يزي تقول انت دشداشه تفرق دشداشه هذا غير عن هذا او لبس ممكن واحد وخصوصا بعد يمكن البنات اكثر يعني الاولاد، حتى الدشداشه يعني بعد كل واحد يختلف عن الثاني. بس نتمنى ان تفعيل الايباد احسن من الحقيبه المدرسيه ونكواكب التكنولوجيا. بالعكس هذا طالب فيه، واحنا كوزاره التربيه عندنا الحين ماشي، لان ترى ما شاء الله عندي هجوم اعلامي من زملائي الصحفيين. اي نعم، يعني ما شاء الله اخوي الصحفي فيحان العازمي، اخوي الصحفي حامد الهاملي، اخوي الصحفي الكاتب سليمان العنيزان، عندهم اسئله كثيره وراح نبلشها. بس في واحد الخوات شو تقول لي صف العاشر في ام الهيمان. اي نعم، يا ريت تعيدين عشان توصل لها مره ثانيه. الصف العاشر يقول الصف العاشر في ثانويه ام الهيمان في ضاحيه علي صباح السالم السنه هذه ان شاء الله راح يكونون موجودين في مبنيين اثنين، راح يداومون في ام الهيمان، راح يداومون في ضاحيه، بس ناس منهم راح يداومون في قطعه اثنين وناس منهم راح يداومون في قطعه سبعه. قطعه اثنين طبعا راح تكون فيها اللي هي كانت في السابق اسمها روضه المعراج، هذا راح يسميناه احنا ثانويه ام الهيمان ملحق باء، يعني الملحق للمدرسه الاساسيه باء، وراح يكون فيها نص
طالبات الصف العاشر، عدد طالبات الصف العاشر 521 طالبة، لما يعني تحتوي على 20 فصل. طبعا انت عارف الروضة ما فيها الا 12 فصل، وبناء عليه احنا اضطرينا ان نخلي 10 فصول ب10 فصول. فبهالطريقه هذه عيالنا طالباتنا راح يكونون كانهم قاعدين في مدرسه في اي بي ان شاء الله. يمكن احد اولياء الامور اكثر من شخص مراقبه رياض الاطفال في منطقه الاحمدي التعليميه الاستاذه فريده الفريح يشكرونها على جهودها وعلى تفانيها في العمل وعلى دورها اللي تقوم فيه. بيض الله وجهها وجزاك الله خير انت وياها. استاذه بدريه الخالدي يقول الاخوان في مدارس في الفروانيه وكذلك راح يمكن الاحمدي كذلك، المدارس اللي مستلمينها مو دوركم انتم، انتم سلمتوها من وزاره الاشغال. أيوة. بس الادوار العليا، هذا سؤال من اخوي الكاتب الصحفي سلمان العنيزان، يقول الادوار العليا ما فيها حمايه، فمعرضين الطلبة أو الطالبات الصغار للسقوط من فوق. يا ليت أن هناك تجاوب من قبلك، أن لو تحطينهم كذلك أختمونا معها، أن تحطون حماية لهم، تحطون شيء ساتر مانع، لأنه يقول معرضين للخطر في الفروانية حددها تحديدا. يا ليت يقول لأي مدرسة، هو قال مدرسة بس ما شاء الله الواتساب عندي شغل. ما عندي مشكلة أنا إذا أعطاني اسم المدرسة إحنا راح نشوف. هو قال المدرسة بس الواتساب عندي شغال، مو مشكلة عادي خلي يراجعني هو في المنطقة بعد الحلقة نعطيك إياها، لأن إحنا هذا يعتمد على مدير المدرسة. إذا كان هناك في أي خطورة على أي طالب ناحية كل الأمور الخاصة في الأمن والأمان، مدير المدرسة يبلغنا وإحنا إن شاء الله على تم الاستعداد في هذا الأمر. قال هو نفسه بعد كاتب صحفي سلمان العنيزان يقول السادة منى لقاء أولياء الأمور مع المعلمين يقول لي يتقدم مع بعض قبل رصد الدرجات، يكون في أكثر شفافية أكثر وضوح وعلى دراية والتفادي أي خطر أو آسف أي خطأ مستقبلي. فكرتها طيبة، ليش لا، ما عندنا أبدا أي مشكلة ننسق في عملية وضع أولياء الأمور قبل ما يبتدون حتى الامتحانات الطلبة، ما عندنا مشكله يكون في هذا مسبق حتى الاداره المدرسيه تؤكد على عمليه الدراسه والتحصيل الدراسي، وبنفس الوقت تؤكد انهم يحطون بالهم على بعض الامور الخاصه فيها. هذا شيء طيب بالعكس، يعني ما عندنا مشكله. هو سؤال يقول يعني يقول تبي اشرحها؟ لا لا يقول هو انه قبل اولياء الامور قبل لا طلعوا ما يبي بعد النتيجه، احنا عاده يسوون اجتماع مع اولياء الامور قبل اعلان النتيجه، لانك مع اولياء الامور. احنا شوف خليني اقول لك انا عشان اكون صادق معك، يعني احنا نبي الصدق. يعني احنا بالنسبه لولي امر يعني طبعا هو تشرح لولي امر قبل الامتحانات كل الامور هذه، يعني اولياء الادارات المدرسيه يشرحون في لقاءات بين اولياء الامور، ولكن اني انا الطالب يعني بعد النتيجه بالعكس يطلبون حضور اولياء الامور، وفي ايام مفتوحه لزياره اولياء الامور يعني الابداء الراي، سواء ان الطالب يعني اذا كان درجته تكون متدنيه، واحيانا يمكن يكون اولياء طلبه اللي هم متميزين احيانا ودرجاتهم عاليه ياخذ 98 يقول لك لا والله مو هذه درجتي. من حق ولي الامر ان اذا المدرسه هذا ممكن يلجا حق المنطقه التعليميه، واذا كان في له حق بالعكس ياخذ حقه ما في شيء. لا انا ارى يعني ما يخالف، بس النقطه هذه لانها وايد مهمه، يعني كلامه هو صحيح، لانه يقول لي قبل ما ابتدي انا اختبره الاختبار الفتره الدراسيه حلو ان احنا نلتقي معاهم ونوضح لهم شنو الاشياء اللي على الطلاب انهم يهتموا فيها، والامور هذه هم بعد هذه ما في مشكله ان شاء الله. معنا اتصال من ام طلال. طلال حياك الله. ام طلال حياك الله. ام طلال السلام عليكم. السلام ورحمه، تفضل اختي. العافيه بخالد. عافيك ويطول بعمرك اختي. لو سمحت بخالد، بالنسبه حق في مدارس بمنطقه الدوحه بالساحات الخلفيه في اكو يعني طاولات وكراسي مهمله ومكدسه بطريقه مهمله، يعني صار لها اكثر من سنتين او اكثر. نعم. ليش ما يكون في هناك ورش عمل يعني حق الطلبه؟ منها يعني هم يستفيدون ومنها يتعلمون شغله النجاره. معي؟ معك ابو طلال. وبنفس الوقت في اكو ثانويه الدوحه شاب احمد الشاب، يعني اكو في علم فوق من ايام اللهم في قيد اسرانه. شو كم سنة الحين الإدارة أو مدير المدرسة ما يعرف يلتفت حق هالعلم أو حق الكلام المكتوب أو تعديل أو زين. أم طلال بعد إذنك عندك. نعم. رقم البرنامج الواتساب موجود عندنا، ويا ليت مخرجتنا تحطه الحين على الشاشة عرضه، يا ليت تصوري لي اللهم فك قيد أسرانا صورة تليفونك وموبايلك وتدزي على الرقم اللي موجود على الشاشة راح تعرضه مخرجتنا بعد شوي، وإن شاء الله راح نعرضه. مشكور أم طلال، شكرا لك أم طلال. شكرا أختي نوير حياك الله.
السلام عليكم. سلام الرحمة، حياك الله أختي نوي، الله يسلمك ويطول عمرك. قلت الله يعافيك. أنا عندي بنتي عليها 3 مواد وأخذت امتحان ولا نعرف النتيجة، يعني هم يمشون ما يمشون أنا ما أدري يا أمي. وأنا شايلة همها والله شايلة همها يا أمي. شنو أختي نوي العيد مرة ثانية؟ أنا عندي بنتي عليها 3 مواد. 3 مواد. عليها الدور الثاني وأخذت امتحان وولاد كل ما جيت ما بأسأل عن الدور الثاني قالوا بعدين بعدين نعلمك. ما أنتي هذه؟ أي مدرسة؟ مدرسة الجهرة لولو القعود. في الجهرة؟ أي في الجهرة لولو القعود إن شاء الله. يمك بس أشوف يعني بأسأل الخواتم يعني يمشونهم يعني ينجحونهم ولا يعني 3 مواد. ان شاء الله ان شاء الله ما تطيب الخاطر ورغبك موجود وان شاء الله استفزع في خواتي يحاكون اختهم الكندريه صح؟ الله فاطمه الكندريه ان شاء الله افزعهم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ما تطيب الخاطر يا اختي نوير. ام عبد الكريم بعليت بس الاتصال توقفون لان الوقت خلاص داهمنا. ام عبد الكريم حياك الله. السلام عليكم. السلام والرحمه. يعطيك العافيه. عافيك ويطول بعمرك. اخوي بخصوص لا تسال الضيفتين بخصوص انشغال بعض المدرسات بالتليفونات. انشغال تحت المناوبة بالفرصة في الابتدائي. نعم. فرصة أولى ابتدائي وثانية. نعم. اللي هم انشغال حتى الولد إذا كان تعبان ترى تكون مشغولة بالتليفون ما تشوفه. إن شاء الله إن شاء الله. هذه حصلت لنا يعني إحنا. وين في؟ قول لي منطقة حولي تعليمية بدون ذكر المدرسة. لا خليهم عشان يتعلمون عشان توصل للمسؤول على يقين. اقول لك يا اختي ام عبد الكريم في هناك قيادين وزاره التربيه على علم وعلى يقين وهذا الحين وياي على الواتساب. مشرف سالفتهم اليوم مشرف ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك لان الوقت داهمنا على عجاله لان عندي اسئله كثيره والله تنازلتها لاجل عين متابعينا عبر الواتساب واتصالاتهم يستاهلون كلهم. ام طلال قالت الدوحه في طاولات وكراسي قاطينا قط نفسها. كان عندي تغرير في السابق في احدى المدارس في منطقه الروضه شفناها وصورناها طاولات جديده وكراسي جديده مهمله ومقطوطه العوامل الجويه المطر حار قامت تصدى قامت تواكن. تقول ليش ما يحطونها ورشه عمل انه يفعلونها لو يصلحونها للطلبه لانه راح يستفيد منها نفس الطالب اللي قاعد يعدلها. هذا اقتراح بس عشان الوقت. اختي نوير ان شاء الله تحت الهواء افزع خواتي لك وان شاء الله ان تسمعين لي سرك. ام عبد الكريم قالت معلمات اي نعم احنا ما بيكون ظالمين عليهم بالتحديد خليني اوصلها عشان اختي ام عبد الكريم توصل اكثر. اي نعم احنا علم على علم وعلى يقين في الفرصه في هناك معلمات مراقبات او مناوبات. اي نعم ما دام انت مناوبه خلي تليفونك في المكتب وخلي عيونك رادار. صحيح رايحه يمين انا ما نمنعك من التليفون مسؤوليه احنا ما نمنعك منه. دورك اللي بالفرصه شوفي لا سمح الله في احد الطلبه او الطالبات بيسوي شغله او لا سمح الله اي مكروه تقدر انت تلاشينه. بس قاعده تطالعين واتساب ولا تشوفين لي عرض جناط ولا طبخه لا طبنا ولا غدا اذا هذول إيه بس طبعا مو الكل لا انا اقول البعض هي قالت البعض هي قالتها كمثال في مشرف تحديدا. صح اتمنى نسمع من مدير منطقه حول التعليميه استاذ انور العنجري. انور العنجري ان شاء الله نسمع اخونا انور يتجاوب معنا ان شاء الله. ما ادري اسئلتهم كثيره بس في سؤال جايني على الواتساب يمكن مر عليك استاذه منى. احد الاخوان رايح لاختباره يمكن بصوت الشكوى صار له حادث بالطريق. ايه هو هاجري أنا ما أذكرني الاسم بس مكتوب هاي. نعم. راح تأخر على الاختبار 40 دقيقة. نعم. وهو دور مطلوب من مدير المدرسة إنه يرده. نقول قدر الله وما شاء فعل. إنه رده إنه باقي يقول اختباري 2:30. ردني المدرس. هني الولد الآن لا اللي يعني هو طالع وقضاء وقدر وطلع ورقة من المغفر ويبي يقدم اختباراته ما قدر. وصلتك انت المشكله بس مو بالطريقه هذه. إيه؟ هو الحادث هذا بما كتب إيه؟ الحادث حصل من زمان حادث وسبب له اعاقه فيقول ان الاعاقه هذه خلتني اتاخر عن الاختبار. الاعاقه هذه خلتني اتاخر عن الاختبار وقابلت انا صاحب الشأن وصراحه يعني احنا دائما نراعي المعاقين وخاصه اللي عندهم شهادات تثبت انهم عندهم اعاقه وكان مفترض من مدير المدرسه انه يراعي اذا كانت المده قليله ويراعي انه معاق يعني في كل الاحوال وان هذا دور ثاني يعني معناته ما في بعد دور ثالث حق اللي متقدم فيهم. عموما انا الموضوع خذيته وحولته لمدير الشؤون التعليميه
ليبحث هذا الامر مع مدير المدرسه لنعرف لان الوقت قاعد يروح والمدرسه العام الدراسي خلاص خلاص الامتحان حين راح بس عمليه شلون معالجته استاذه منى لجنه استرحام انا ادري ان التمشين حسب الاسس والقوانين بس نقول لجنه استرحام صحيح هو الولد يعني ان شاء الله الله يشفيه باذن واحد احد وقع له حادث انا شفته انا شفته صح انا بما كتب لي اتمنى بس عشان قاعد يتابعون ان شاء الله ان شاء الله احنا الموضوع لم نهمله تساعدونا تمدون يد العون له يعني قدر الله وما شاء فعل في سؤال بس استاذه بدريه يقول الطالب اذا دور ثاني ومتحضر لهذا الاختبار ومرض وخذ طبيه هل يحق له يؤجل له الاختبار ام راح عليه ما في ها انا بس السؤال اللي ممكن حق بنتي ساره تقول اسالهم ان متى دواماتنا احنا متوسطه مو ذنبي يا بنتي ساره اذا ما شفت الحلقه ما راح اقول نحاسه ليش ما راح اقول لا انا نحيسه 10-90 ما 10-90 ثانوي ولا متوسط متوسطه متوسط لا يوم 9 تسعة 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 والثانوية ما شاء الله بس تسعة تسعة في مناسبة قوية أي مناسبة حلوة تسعة 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 ترى في مناسبة حلوة فالمتوسط راح يداومون استعداداتكم على عجالة احنا طبعا منسقين مع المحافظ الأحمدي للشيخ فواز مع المحافظة في عملية ان راح نسوي احتفالية بسيطة معاهم في داخل المحافظة وراح يكون في مساء يوم 9-9 ان شاء الله اثناء عملية التكريم الأمير إضافة لذلك هناك في موجود لنا خطط كاملة للاحتفال بهذه المناسبة سواء كانت في المدارس عن طريق طابور الصباح يمكن من اليوم بلشنا هذا الأمر في أن تكون في داخل طابور الصباح في داخل الفصول في داخل الحصص كل الحكي عن قائدنا وأميرنا وفخرنا صراحة الشيخ صباح الأحمد أستاذة بدرية الخالدي إحنا طبعا مثل ما تفضلت الأخت إحنا طبعا هم مستعدين والحين مدارسنا بدأوا من اليوم الأول صحيح. اللي هو التركيز على من خلال طابور الصباح من خلال الحصص الدقيقتين الأولى وعندنا فعالية إن شاء الله يوم 9-9 منطقة الفروانية وراح تسمعون فيها طبعا مع المحافظ راح يكون في عنده في احتفاليتين وراح نكون إن شاء الله مشاركين معاه وبس إن شاء الله عندنا يوم 9-9 عندنا مناسبة وعندنا احتفالية إن شاء الله معدنا يقول واحدة فارس وتحبها واحدة عندها بنيتها عندها دور ثاني في تاريخ 9-9 ايه؟ واضح ايه؟ يوم الثلاثاء القادم ايه؟ الدوام الرسمي يوم الأربعاء ايه؟ هي تحضر ليوم الثلاثاء حق الاختبار أم تنطر يوم الأربعاء لازم التاريخ اللي معطينا اياه لا التاريخ المحدد له الدراسه موجوده في يوم 9-9 بالصباحيه تقول ايه الدوام تروح يوم الثلاثاء موجودين مداومين ان شاء الله مديره المنطقه التعليميه الاستاذه منى تقول لا تروح يوم الثلاثاء ان شاء الله وتقدم دورها تقدم اختبارها والهيئه التدريسيه موجودين بالمدرسه مو شرط ان حضور الطلبه او الطالبات يقولون ونبي نسمع منكم في اجازه 9-9 لما طرينا 9-9 لا انا ما عندي خبر احنا ما عندنا خبر بالعكس احنا ودنا نحتفل بهذا اليوم أكيد. يعني بالعكس شيء طيب ان احنا يعني نحتفل بمدارسنا وتحتفل في هذا اليوم احنا بالعكس نطالب ان نكون على راس عملنا ونحتفل في اميرنا اي بالعكس هذه مناسبه طيبه يعني صح طبعا يعني احنا مجهزين احتفاليه نحتفل ب 9-9 والمدارس راح تحتفل ونعطيهم اجازه 10-9 يستاهلون اختي منى صلال مديره عام منطقه الاحمد التعليميه انا شاكر لك على حضورك ان كان عندك كلمه اخيره لمشاهدينا الكرام طبعا انا اقول كل عام وانتم بخير وان شاء الله باذن الله هذا العام يكون عام خير على الجميع واي معوقات او مشاكل مقدور عليها ان شاء الله وقادرين ان نتجاوزها باذن الله ان شاء الله معديننا ومخرجاتنا يقولون لك شكرا على الحلو اللي جبتيه لنا في قبل الهواء عليكم بالعافيه استاذه بدريه الخالدي مديره عام منطقه الفرونيه التعليميه انا شاكر لك على حضورك الله يسلمك وعلى تلبيتك للدعوه اذا عندك كلمه اخيره انا والله شاكره لكم هذه الاستضافه الطيبه وطبعا انا اتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع وإن شاء الله بداية عام موفقة بإذن الله واحتفاليتنا إن شاء الله في 9-9 بمناسبة اختيار أميرنا قائد للإنسانية وهذا فخر للكويت إن شاء الله الله يحفظه ويعطيه الصحة والعافية ويحفظ الكويت ويحفظ الشعب الكويتي كافة يمكن سمعنا ردود خواتي بدرية الخالدي والأستاذة منى الصلان وإن شاء الله أنه يكون عام خير وبركة علينا بإذن واحد أحد عام 2014 عام 2015 باكر مشاهدينا عن مهرجان العودة للمدارس مع الجمعيات التعاونية نبي نعرف الأسعار القلم بكم والكتب بكم والأدوات المكتبية بكم مع ضيوفنا اللي راح تواجدون معنا من 4 جمعيات أنا تنازلت لأجل عينكم وأنا بخدمتكم في خصوص أسئلتي اللي أنا عادها لضيوفي بس أسئلتكم أبدأ مني ومن أسئلتي
عادة هذه الحلقة باكر إن شاء الله الساعة 2 الظهر. هذا أنا أخوكم إبداع السهل، يترككم في حفظ الله ورعايته، مع السلامة.